إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية. تتعامل الفنانة رجاء الجداوي مع الحياة بإيجابية كبرى وتنشر الفرح خلال وجودها في أي مكان أو مناسبة، وهذه الروح التي تتمتع بها تنعكس على ديكور منزلها. جولة في فيلا الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي من الداخل والخارج.